المنتجات المؤسسات هي الخاصه بتسهيل مدينه العتيقه والقضايا الاقتصاديه. بالنسبه لي كعمده مدينه طنجه باش نحضر في هذا الملتقى الخامس بعد ما كانت الدوره الثالثه في مدينه طنجه، حنا منخرطين في هذه الشبكه منذ التاسيس ديالها وكنعتبروها انها غتقوم بواحد الدور مهم جدا، لان كنعتبروا انه جهه طنجه تطوان الحسيمه جهه الشمال عموما ومدينه طنجه من 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 المدن التاريخيه في تاريخ المغرب، سكنها الانسان منذ العصور الحجريه، وبالتالي لابد نبينوا هذا الشيء لان المغاربه وكما تقال في الكلمه هذا الصباح كون انه الاجيال الجديده خصها تعرف تاريخها وكذلك ان نفتح بها على العالم، لان عندنا الكثير ما نعطيو خاصه الخصوصيه المتميزه ديال البحر الابيض المتوسط، وحنا من اقدم السكان ديال هذه المنطقه. اليوم نلتقي في اطار المنتدى الدولي الخامس للمدن العتيقه بمدينه العرائش، وهي مناسبه للدفاع عن التراث المادي واللامادي لجميع الاقاليم المملكه وخاصه اقليم الفحص طنجرة الذي يتوفر على مدينه اثريه مهمه عارقه في التاريخ، وهي مدينة القصر الصغير أثرية التي تعتبر من أقدم المدن في شمال إفريقيا وفي المغرب خصوصا شمال المغرب. فهذا الملتقى نلتمس من خلاله أو نتطلع من خلاله إلى توفير الدعم اللوجستيكي والمادي بالنسبة لهذه المدن العتيقة حتى تستفيد منها الساكنة وحتى تكون نبراسا ومنبرا للسكان المغرب وكذلك للعالم كمناطق سياحية مهمة تجلب الاستثمارات للمغاربة. حنا كرؤساء المدن اللي فيها المدن العتيقة والأنسجة التاريخية جد مسرورين بهذا المنتدى في النسخة الخامسة بهذا الحجم الكمي والنوعي اللي استطاع يستقطبه، لأن صراحة اللي كيخص كمحطة أساسية للمحافظة على التراث والمحافظة على المدن والأنسجة العتيقة هو أولا يكون عندنا وعي مشترك بالأهمية ديالها والجدوى ديالها والتوظيف ديالها في التنمية المحلية والتوظيف ديالها للمحافظة على الموروث الثقافي والحضاري ديالنا، وخاصة المدن العتيقة المغربية عموما كنلقاوها مزيج للثقافات، الثقافه العربيه الاسلاميه الافريقيه الامازيغيه